نتكلم في تاني سيتس بالنسبة لنا لل VHDL section. عندنا هنتكلم عن ال VHDL data types وال design styles، يا إما data flow أو structural أو behavioral. بعد كده هنشوف المودل سيم اللي احنا هنزين عليه ال VHDL code بتاعنا، وفي بعد كده exercise. ال VHDL data types بالنسبة لنا عندنا اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده في المثال بتاع النند، كان ال standard logic std underscore logic. std underscore logic قلنا ان هي مش زي البيت، البيت يا 1 يا 0، تمام، هي تكون يا 1 يا 0 او تاخد values تانية زي ال z وال x وال u. ال z كنا قلنا كان هي high impedance، وال x هي لو بتعمل حاجة unknown، وال u لو حاجة uninitialized. في كمان w و L و H. ال W اللي هي لو weak و unknown، أو لو وال L هي ال weak 0 وال H هي ال weak 1، تمام. دول بالنسبة لل A ال S دي logical values اللي ممكن تاخدها، يا إما 1 يا 0 يا Z يا X يا U يا W يا L يا H. بالنسبة لل bit هي يا 1 يا 0 بس، ده لو وايرز. طب لو عايزين نعمل باص، يعني لو بنقول ان في سيجنال عندنا هي باص مش واير، يعني مكونة من كذا من كذا سيجنال، فهنا مثلا عندنا عايزين نكتب باص مكون من 8 سيجنال، 8 بيتس، فهو هنا من 7 داون تو 0. فده بيكون شكل الباص. بنكتبه ازاي؟ لو انت عايز الباص ياخد قيم يا 1 يا 0 بس، يبقى بيت اندرسكور فيكتور، تفتح براكت 7 داون تو 0. ولو احنا عايزين الباص بتاعنا ياخد values تكون 1 و 0 و z و x و u، يعني اي values من دول، بنخلي ايه standard logic، بنكتب standard underscore logic وبرضه بنزود underscore vector ونفتح bracket نكتب 7 down to 0. يبقى ده بالنسبة لنا data types، يا اما باص يا واير، ويا اما bit يا ايه std logic. بعد كده بالنسبة لنا هنا من ستاندرد لوجيك فيكتورز، هنشوف هنا مثال عندنا، يا اما يعني ده مثال قدامنا فيه سيجنال A قلناها التايب ستاندرد لوجيك، وبالنسبة للبي قلناها فيكتور، فده بس من 3 داون تو 0 في مكون من 4. ونفس الحاجة لسي، ودي هنا مكون من 16، وإي مكون من إيه؟ من 9. فهنا بالنسبة لنا إيه؟ هو هياخد فاليو كده اديناه 1، عملنا له أسايمنت. لو عايزين نعمل أسايمنت لأي سيجنال بيكون ايكوال والاي والقوس اللي هو الاصغر من ده. فده بالنسبه للاسايمنت عندنا في الفيتش اللي عايز تعمل سيجنال اسايمنت. وحطينا هنا لل اي دي فاليو 1، وبالنسبه للبي حطينا لها ايه؟ عشان هي فيكتور مكونه من 4 فلازم نحط لها 4، فحطينا 4 زيروز. ولو عايزين نقول ان 4 زيروز دول المفروض بيتفهموا باي ديفولت باينري، بس احنا عايزين نقول لهم ان هو كده كده هي باينري، يعني سبيسيفاي هي ايه، فممكن نحط بي هنا، فده سبيسيفاي انها باينري. او لو عايزين نقول انها هيكس ديسمال بنحط اكس قبل الدبل كوتيشنز، او بنحط او لو عايزين نقول هي ايه، اوكتل بيس. بعد كده هنشوف الايه السيجنال بنحطها امتى، السنجل كوت، و بقى ممكن نحط لها امتى الدبل كود. لان احنا عندنا هي هنا بنيوز السنجل كود لو احنا عايزين ايه سنجل بيت بس اللي عندنا، بس اللي عندنا احنا مستخدمين بس زي المثال اللي فات، هتلاقي ان احنا ايه استعملنا الدبل كودز. فاحنا هنا ان احنا بي هنا عايزين عندنا بس بي ده مكون مثلا من 1 داون تو 0، هيكون عندنا 0 0 او 1 1 بنحطها ما بين دبل كود، بس لو هي بيت واحد بنحطها ايه سنجل كود. وهنا بنقول عايزين نعمل كونكاتينيشن. كونكاتينيشن عايزين نقول ان الفيكتور اللي هو دي ده، هو مثلا هتلاقيه متعرف هنا ان هو 8 بيتس، واحنا عندنا عايزين نعرفهم بين الفاليو اللي هي مثلا 8 دي، هنحط الاول 7 وبعد كده نزود ايه نزود بيت. فاحنا عايزين نقول ان دي 8 بيتس ده هو 4 أصفار و4 وحيد، هنحط الأول 0 ونعمل لها concatenation مع الـ إيه
تلات أصفار والأربع وحايد، فكده هيكون وصلنا في الآخر النهائي 4 أصفار وأربع وحايد. وبالنسبة لـ C هنا لو عملنا أندنج للـ A والـ B هي هتفضل إيه؟ 4 برضو. وهنا هيكون عندنا E، E يعني إن إحنا كلها سنجل كوتي سنجل بيتس بنعمل لها كونكاتينيشن. كل دي أمثلة للكونكاتينيشن. إحنا عندنا هنا الأندنج ده برضو لو إنت عملت بين 4 و4 وعايز توصلهم لـ8، لأن الأندنج ده في الآخر كأنك إيه في 8 أصفار بتعملهم أندنج مع 8 وحايد، بس هنا ده كونكاتينيشن. فهتلاقي إن كونكاتينيشن غير الأندنج، هتلاقي إن أنت بتحط الأول أول سيجنال عندك بتعمل لها كونكاتينيشن مع تاني سيجنال عندك، هي تحط الـ4 أصفار بعد كده الـ4 وحايد. وبالنسبة لـ E اللي هو آخر مثال عملنا الـ إيه 8 بيتس لوحدهم، كل بيت كونكاتينيتد مع اللي بعدها. بعد كده هنشوف الايه الديزاين ستايلز عندنا، يا اما داتا فلو يا اما ستراكشرال يا اما ايه بيهيفيرال. بالنسبه للداتا فلو هندخل كل واحد فيهم هندخل لكل واحد فيهم هنشوفه يعني. بس الداتا فلو هي بتكون عباره عن كونكرنت ستيتمنتس، مفيش اي سيكونشال ستيتمنت، يعني مفيش حاجه معتمده على الثانيه، يعني مش هنعمل حاجه الاول بعد كده حاجه بعدها، لا كله كل ال كودز او كل الفانكشن هتكون مع بعض. بالنسبه للستراكشرال دي بنعملها امتى؟ لو عندنا ستراكشر كود، يعني مثلا عايزين نعمل ناند وبعدها ناند، الاثنين ناندز دول داخلين على نور مثلا، فنقوم عاملين ستراكشر كود للناند وستراكشر كود للنور، وبعد كده نجمعهم في ايه في كود واحد، ان احنا نخليهم ستراكشر، مش على طول نحط لاين واللاين ده نخليه ايكوال الكود بتاعهم يعني. وبرضه هنشوف مثال لكل واحده فيهم بعدين. والبيهيفيرال دي هي اللي بتكون فيها السيكوينشال ستيتمنتس، اللي هي مثلا حاجه بتعتمد على حاجه ولازم حاجه تحصل اول عشان الحاجه التانيه تحصل. فده المثال اللي هنتكلم عليه بالنسبه للفلوز اللي هي الداتا فلو او الـ يعني الداتا فلو او الاستراكشر او البيهيفيرال. هنتكلم عن الاكزامبل ده، ده اكزامبل اكس اور بثلاثة انبوتس. لما نيجي نبص لها هنا كده كفلو من بره هنلاقي ان احنا عندنا نور في الاول ودخل على ايه دخل على الاكس اور بعديها هنا كده عندنا ايه مكونة من ايه. عايزين نشوف الاكس اور دي هنعملها ازاي. تمام، فالانتيتي بالنسبة لنا احنا اتفقنا ان الانتيتي هي هي في كل الاركتكتشرز، اللي بيختلف ايه الاركتكتشر اللي جوه، اما هنعمله داتا فلو اما هنعمله ستراكشر او هنعمله ايه بيهيفيرال. فاحنا بالنسبه لنا هو عندنا او الانتيتي بالنسبه لنا هي واحده بنعرف فيها الانبوتس والاوتبوتس بس. فاحنا هنلاقي هنا ان احنا جينا عرفنا البورت الانبوتس الاي والبي والسي والاوتبوت اللي هو الريزلت زي ما احنا عايزين. هنا اي وبي وسي داخل على 3 على اكس اور 3 انبوت، وبعد كده طلعنا الريزلت. في عندنا الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم ان هي ازاي نعملهم الايه نعمل الاركتكتشر دي. فهنيجي على الاركتكتشر، اول طريقه ان احنا ايه نعمل داتا فلو. هنلاقي ان الداتا فلو عرفنا سيجنال جوه اللي هي يو 1 اوت، دي بتعبر عن ايه بتعبر عن الاوتبوت بتاع اول اكس اور، ان احنا عايزين 2 اكس اورز عشان نعمل 3 انبوت. تمام، هنلاقي السيجنال دي عرفناها في النص بعد الاركتكشر، طول بنعرف السيجنال بتاعتنا عرفنا سيجنال يو 1 اوت ستاندرد لوجيك اس تي دي لوجيك. بعد كده ابتدينا بجين وعملنا اكس اور يو 1 اوت وسي، وقلنا ان يو 1 اوت يو 1 اوت هي الاكس اور ما بين ايه اي وبي. هنا احنا ما بنعتمدش على اي سيكونس يحصل، هنا على طول التو ستمنتس دول كونكرنت. فاحنا قلنا ان الريزلت هي اليو 1 اوت اكس اور مع السي، واليو 1 اوت هي الاي اكس اور مع البي. فكده احنا عملنا الايه ال 3 انبوت اكس اور اللي احنا عايزين من 2 انبوت اكس اورز. الحل التاني ان احنا كنا نعملها ايه نعملها ستراكشر. هنا احنا بنقول زي ما احنا كنا قلنا ان الداتا فلو هي كونكرنت كود، كله امبلمنتد، مفيش اي اوردر في الامبلمنتيشن.
بعد كده كنا قلنا ايه، ان احنا هناخد المثال عندنا بيقول ان الاوردر ده هو same as this order، يعني ان مفيش اختلاف في الاوردر بالنسبالنا في الايه، في الداتا فلو. بعد كده ناخد الاستراكشر. الاستراكشر عندنا هو ايه، زي ما كنا قلنا ان احنا هنعمل كل بلوك لوحده وهنجمعهم في الايه، في الانتيتي دي. عشان نبتدي الاستراكشر كود هيكون عندنا هنا ايه الكومبوننت بتاعتنا في الاستراكشر، هي التو انبوت اكس اور، فلازم ان احنا نعمل واحده تو انبوت ايه اكس اور. فهندخل نعمل فعلا كومبوننت سميه اكس اور 2، عرفنا له بعد كده انتيتي، عرفنا لها برضو البورتس الانبوتس والاوتبوتس، وابتدينا نقول ايه ان احنا عندنا الكومبوننت اللي اسمه اكس اور 2 ده، تمام. هنعمل له مابينج للايه، للانبوتس والاوتبوتس. احنا بيكون عندنا كومبوننت، احنا خلاص عملنا له كود قبل كده ده هو الاكس اور 2، فالاكس اور 2 ده عارفين ان هو بيعمل اكس اور للاي والبي ويطلعها في ايه، في الاوتبوت بتاعه. فالانبوتس والاوتبوتس تو اسمهم i1 واي2 واي. كل اللي احنا نعمله بعد ما نعرف الكومبوننت ان احنا بعد كده نيجي ايه نعمل بورت مابينج ما بين الاي 2 والاي 1 والواي للقيم بتاعتنا الانبوتس والاوتبوتس اللي عندنا اصلا. فهنقوم الاول عندنا 2 اكس اورز، تمام. هنقول واحده اسمها يو 1 والتانية اسمها يو 2، ممكن نحط اي اسامي، دول بيعرفوا بس الانستنس نيمز بتوع الايه، بتوع الاكس اورز. اول واحده اسمها يو 1 وهي عباره عن اكس اور 2، XOR2 ده بيكون اسم الكومبوننت لازم نكتبه بعد ما نكتب الانستنس نيم. وبعد كده بنعمل بورت مابينج، قلنا ان الاي 2 هتكون بي، الاي 1 هتكون ايه، والاوتبوتس هو الايه اليو 1 اوت. وبالنسبه للاكس اور الثانيه اللي هي يو 2، الانبوت هيكون يو 1 هو يو 1 اوت، والانبوت الثاني سي، والاوتبوت هيكون الايه، الاوتبوت النهائي بتاع الانتيتي بتاعتنا اللي هو اسمه ريزلت. وكده هنكون ايه، عملنا الاستراكشر كود اللي احنا عايزين. فبالنسبة لنا هنا بنشوف المفروض يعني ان احنا نخليهم بالاوردر، يعني الاحسن ان احنا نحط i1 equal a نفس الاوردر اللي احنا كتبناه هنا في equal b، و واي في الاخر ايكوال يو ان اوت لو زي اللي كنا عملناه قبل كده. اللي مش ريكومندد ان احنا ايه نعمل لهم بوزيشننج باي اوردر كده. احنا كده هنا ايه اللي عملناه، ايه الفرق ما بين السلايد دي واللي قبلها، ان هنا احنا ما عملناش 1 باي 1 مابينج، احنا جينا على طول حطيناهم كده اكنهم الاوردر. لو حطيناهم ان اوردر كده على طول اول واحده، يعني حطينا بين قوسين وقلنا a و b و u 1 out، هيتاخدوا ان اوردر، يعني اول واحده كتبناها هي هتكون ال a، تاني واحده كتبناها هي هتكون ال b، وتالت واحده كتبناها هي ال u 1 out. كده ممكن نتلخبط، بس لو عملناهم زي ما احنا حاطين هنا كده، حطينا هنا كده ممكن عادي ال y equal u 1 out تكون اول حاجه نكتبها عادي، بس مش هيحصل اي حاجه. بس لو جينا هنا وحطينا يو واي يو 1 اوت اول حاجه هنا، كده هياخد الاي 1 هي اليو 1 اوت. عشان كده الريكومنديشن ان احنا احسن نكتبهم بايدينا كل واحده assigned 1 to 1 assignment كده. فاحنا بالنسبه للستراكشر كود ده بيكون سيمبل تو اندرستاند، عشان انت بتاخد يونت انت هتكررها وتستخدمها كذا مره في الديزاين بتاعك وتعمل بيها الايه الاستراكشر، بيكون closest للسكيماتيك. احنا بنعمل سكيماتيك على كيدنس مثلا، وبنعمل لوجيك جيتس مع بعض وبنوصلها في الاخر، بيكون كلوز ليها اكنك بتعمل السكيماتيك بتاعك، ان انت بتحط سيل ناند مثلا وبتحط نور وبتحط اكس اور وفي الاخر بتجمعهم على بعض باساينمنت معينه. فانت اكنك عملت structure كود وكل كومبوننت من دول عملت لك كود بتاعها، بعد كده جمعتهم في الايه، في الانتيتي الكبيره لوحدها اللي هي مين بلوك. ده بيستخدم عموما في الايه، في اللارج بلوكس والكومبلكس ديزاينز، يعني عشان مش هنقعد تكتب كود للديزاين كله، لا الاحسن ان انت توصلهم استراكشرلي.
بعد كده ندخل على اخر فلو اللي هو البيهيفيرال. البيهيفيرال فلو هو اللي بيكون فيه سيكوينشال ستيتمنتس، اللي هو حاجه وبعد كده ننفذ حاجه تانية، ما بيكونش كله كونكرنت. فهنا بنقول ايه؟ بنقول ان ال most abstract level of design description is characterized by contains process statements. يعني تلاقي فيه كلمة ان هي process، و بتكون بعد ما تكتب process وتكتب ال statements اللي بعدها، كل واحدة بتكون executed sequentially، يعني أول واحدة بعد كده تاني واحدة بعد كده تالت واحدة وهكذا. وبيكون جواها ال functions وال procedure وال control flow وال variables. و ال sequential statements exist inside process only، فانت ما ينفعش تكون في من غير process body وتكتب sequential statements، كده مش هتقري كأنها sequential statements، لازم يكون في process. وال process itself هي concurrent statement، يعني لو بتعمل كذا process، لو كاتب process و process و process، دول هيحصلوا في نفس الوقت، بس اللي جوه ال process نفسها هي اللي ايه، هو اللي هيبقى sequential. وده بيستخدم لإيه؟ لو انت عايز تدسكرايب كومبلكس ديزاينز برضو، او انيشال ديزاين بتاع سيستم، وبرضو للدوكيومنتيشن. احنا هنعمله برضو هنا للمثال بتاعنا اللي هو الايه، ال 3 انبوت اكس اور. فاحنا زي ما قلنا لازم يكون في بروسيس عشان يكون بيهيفيرال، والحاجات اللي جواها سيكوينشال. فهنا سمينا البروسيس بتاعتنا P1، وكتبنا بروسيس حطينا جواها الايه، السنسيتيفيتي ليست بتاعتنا ال A وال B وال C. ايه معنى سنسيتيفيتي ليست؟ السنسيتيفيتي ليست اللي هي لو حاجة اتغيرت input من بره، يعني احنا مثلا ده في الاخر عندنا ال inputs دي من بره، فلو ال A وال B وال C حاجة فيهم اتغيرت، بتتريجر الكود، بتتريجر البروسيس دي، تقوم تنفذ ال A السطر اللي جواه. وبعد كده قلنا ان ال results equal A، اللي هو ال output بتاعنا equal A XOR B XOR C. كده ال function دي مش هتنفذ غير لو ال A أو ال B أو ال C اتغيروا. وبعد أول ما ال A أو ال B أو ال C اتغيروا، هي trigger ال process دي، ويدخل ايه، ينفذ ال function دي بس. وبعد كده بن end ال process و end ال ايه، ال behavioral architecture. وهنا بنشرح ال ايه، زي ما كنا قلنا sensitivity list، ان هو عندنا ال signal A و B و C اللي كانوا في sensitivity list دول، ان ال process P1 دي executed once at start of simulation، فهي بتتعمل أول مرة بس أول ما تبتدي simulation، وبعد كده بتسسبند وتستنى لغاية A أو B أو C ما إيه حاجة فيهم تتغير، وأول ما يتغيروا تيجي وتexecute تاني. فالبروسيس بتكون either active أو suspended، و at start of simulation هي بتكون activated، وبعد كده بتكون إيه، ان هولد او سسبندد لغايه ما الاي والبي والسي يتغيروا، او حاجه السنسيتيفيتي ليست بتاعتها ايه تتغير. وفي حاجه بعد كده اسمها ويت ستيتمنت برضو لسه هتشوفوها. ما ينفعش ان احنا نحط ويت ستيتمنت جوه البروسيس، هي اما انت تحط بروسيس بسنسيتيفيتي ليست، او ما تحط سنسيتيفيتي ليست ويكون عندك ايه ويت ستيتمنت، زي ما نشوف في المثال ده. هنا احنا ما حطيناش sensitivity list، احنا دخلنا البروسيس على طول، وينفع كده في الاخر حطينا wait on A or B or C. wait on A or B or C ده بيعمل نفس الفانكشن بتاع sensitivity list، ان هو بيستنى ال A او ال B او C يتغير. وهنا شوية معلومات عن ال wait statement. ال wait statement برضو ال P2 اللي هي البروسيس دي بتستخدم كده once in simulation، بعد كده suspend او reach الويت، ولغاية ما ال A أو ال B أو ال C يتغيروا، وبعد كده تدخل تاني ايه ال process دي من أول. فاحنا عندنا ده نفس استخدام sensitivity list، فيا إما تكتب ويت في آخر ال process أو تستخدم ال A sensitivity list. بعد كده تدخل على ال model sim اسكو. طبعا انت هبعت لكم السلايدز دي، هتداونلود الموديل سيم ستودنت اديشن من سايد بتاع منتور، تمام؟ ده المفروض ستودنت اديشن فري يعني. وبعد كده بتفولو الانستليشن ستيبس اللي هتلاقوها، وتبتدوا تكريتوا ايه نيو بروجكت.
دوس على فايل نيو بروجكت، ودي كل سلايدز دي عموما يعني تكريتوا الفايل بتاعكو. هنا مثلا كنا بنعمل انفرتر، هتلاقي كان في مسمينه اند دوت في اتش دي الفايل بتاعنا. بعد كده بيكون عندك هنا زي الكود ما احنا بنكتبه كده الانتيتي، وبعد كده الاركتكتشر، وطبعا في الاول في ايه library declaration، وده بيكون الموديل سيم شكله عندكم. انا بس بوريكم الايه السلايدز دي كان شكل الموديل سيم لما بتفتحوا بيكون عامل ازاي. وهنا يعني كلها ايه كل السلايدز دي عشان تتبعوها وانتوا بعد ما تنزلوا الموديل سيم، وتبتدوا ان انتوا تكريتوا فايل في اتش دي ال، وتحطوا الكود بتاعكم، وبعد كده تعملوا كومبايل، بترايت تعملوا رايت كليك عليه وكومبايل وكومبايل سيلكت. ولو عندكم كذا كذا كود هنا ممكن تعملوا كومبايل اول عادي، وبتشوفوا تحت اما قالوا كومبايل سكسسفول او فيلد ويز وان ايرور مثلا، ويكتب لكم الايه الايرور ده. ولو عايزين تعملوا سيميليشن بعد كده بندخل فوق سيميليت وستارت سيميليشن، بيطلع لكم ويندو تدخلوا فيها على الورك بتاعكم وعلى النوت جيت ان انتوا ايه مثلا عاملين. احنا كنا عاملين انفرتر، الانفرتر كانت نوت جيت، انتوا على حسب ما سميتوها ايه الاسم اللي انتوا سميتوه يعني. هيطلع لكم ويندو زي ده، اول ما تعملوا رن هتحطوا الويفز بتاعتكم، هتعملوا رايت كليك على ال على الانبوت بتاعتكم وتعملوا اد ويف. بعد كده هيظهر لكم الداتا اللي عندكم، ممكن تعملوا رن لو مثلا هو بيستوب كل شوية، تعملوا رن كل 100 نانو سكند على حسب التايم اللي انتوا حاطينه في الويندو. وممكن تعملوا فورس للانبوتس في فاليوز معينة عشان تشوفوا الاوتبوت بيتغير معاها صح ولا لأ. هنا زي ما كنا بنتكلم ان عندنا زرار الرن في جنبه الويندو بتاعت التايم اللي عايز اعمل سيميليشن عندها قد ايه. فهنا مثلا الحتة دي كانت 100 نانو، لكن لو عايز تزود تدوس على الرن تاني هيعمل 100 نانو بعدها تانيين، ممكن بعدها 100 نانو بعدهم تغير الانبوت مثلا، وممكن تخلي برضو الانبوت بتاعك كلوك زي ما هو معمول هنا، تخلي الاي دي ليها ديوتي سايكل 50%، وتخلي البيريود ب100 مثلا 100 نانو، والاوفست زيرو، وبتروح من هاي تو لو اللي هي عملت عندك شكل الكلوك. وبرضه ممكن تجربوا تبقوا تعملوا الاكسرسايز ده في البيت ان انتوا تعملوا structure description للسيركت دي.